كاين المحكمة استمرت الاستماع إلى إحدى الشهادات اللي طلب دفاع المتهم الاستماع إليها، وهي لازالت أجرة تعمل عندهم. ثم استمع إليها، طرحنا لها أسئلة بنت بعد التناقضات. ثم بعد ذلك تم الاستماع إلى إحدى الشهادات التي كانت تتهرب، وهي صاحبة التدوير اللي قالت لهم أنا ما حضرش واخا جيبوني ميتة، في تحدي صارخ لأحكام القضاء واستقلال السلطة القضائية والقانون. وتم إحضارها بالقوة العمومية، وحضرت وصرحت وتمسك بالإنكار، وتعرضوا عليها جوج فيديوهات الممارسات ونكرت. وطلبنا احنا في حال مدام نكرت قالوا ديروا لي خبرة ونتأكدوا، لأن فيه الصوت والصورة، حتى الصوت كاين. وتأخر الملف الأربعاء في الليل. علاش الأربعاء؟ الأربعاء الثلاثة غدا عندهم جلسة العادية. غيكملوا حتى الليل. صافي. والأربعاء مور المغرب باش يكملوا اللي باقي مازال ما حضروا. اللي إن وحدة من الشهيدات كانت تحضروها وربما مرضها طلب قال لك ما يمكنش تحضر اليوم. جلس اليوم كيفاش تحضر؟ ربما غادي يحضروها الأربعاء. ونستمروا في باش يشوفوا الباقيين يستمعوا لهم، ونشوفوا اللي باقي يحضروهم اخرين.